وينضم إلينا أيضا لمزيد من المتابعة والتحليل مدير تحرير الأهرام الأستاذ جميل عفيفي. بعد التحية فندم، يعني في إطار توجيهات سيادة الرئيس لدعم ذوي الهمم، كيف ترى الدور ومؤسسات القطاع الخاص في هذا الشأن، خاصة على صعيد إطلاق برامج ومشروعات لرعاية الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات؟ هو بالطبع اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم ده شيء عظيم جدا، كانوا للأسف الشديد مهملين لسنوات طويلة جدا، ويتم التعامل معهم بشكل بعيد عن المجتمع المصري. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى وقرر إدماجهم داخل المجتمع المصري، وقرر تنمية مهاراتهم والاهتمام بهم والاحتفال بهم كل عام. بالطبع هم لديهم قدرات ولديهم إمكانيات كبيرة جدا في كافة المجالات، وموهبتهم عالية جدا في أشياء كثيرة، والاهتمام بهم ده شيء واجب في ظل الدخول في الجمهورية الجديدة والاهتمام بالمواطن المصري بكافة طوائفه. بالطبع المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة عليها دور كبير جدا في إدماج ذوي الهمم داخل المجتمع المصري، وأيضا تقديم الخدمات لهم والخروج بمواهب تلك الفئة المهمة داخل المجتمع المصري. احنا شفنا لديهم مواهب كثيرة، وظهر منهم الرياضيين، وظهر منهم مذيعين في التلفزيون، وظهر منهم العديد من الموهوبين في كافة مجالات يعني الحياة. هناك أيضا أبطال رياضيين يعني لهم الكثير من الإنجازات الكبيرة، يعني ميداليات ذهبية في عدة رياضات متنوعة. أيضا هم أبطال العالم، يعني ذوي الهمم المصريين أبطال العالم في رياضات عديدة، من بينها أيضا السباحة، وشاهدنا منذ فترة قريبة عبورهم للمنش، وده كان شيء عظيم جدا من ذوي الهمم المصريين. إذن هناك اهتمام، هناك قدرات خاصة يمتلكوها بشكل كبير، والاهتمام بهذه القدرات وتنميتها هيعود بالنفع عليهم ويعود بالنفع إلى أدماجهم داخل الدولة المصرية. احنا شفنا السنة اللي فاتت لما طلبوا من الرئيس ان هم يروحوا يزوروا الكلية الحربية او يركبوا طيارات، او والرئيس امر بذلك، وبالفعل وصلوا الى الكلية الحربية وذهبوا الى كل اماكن القوات المسلحة، واستقلوا الطيارات كما طلبوا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذهبوا الى كلية الشرطة، اندمجوا داخل المجتمع المصري بشكل كبير جدا، وكان فيه اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية بذوي الهمم. نحن على في جمهورية جديدة، جمهورية تهتم بالمواطن المصري، تهتم بكل فئات المواطن المصري، وذوي الهمم هم جزء أصيل من هذه الدولة. هم كنوز بشرية. بالطبع، والاهتمام بهم بشكل كبير يعطي دفعة قوية لهم في كافة المجالات، ويجعلهم مندرجين داخل الدولة المصرية بشكل كبير جدا. وفي مجال التشغيل والتدريب، كيف تقيم جهود الدولة لوضع برامج تدريبية خاصة لذوي القدرات الخاصة لتخريج دفعات متتالية لديهم إمكانات وقدرات ومهارات ما يؤهلهم للالتحاق بفرص عمل حقيقية في قطاعات الدولة؟ هو بالطبع هناك العديد من المبادرات في مجال التدريب، وبتثقل هذه المبادرات مواهبهم وتثقل مهاراتهم بشكل كبير جدا لإدماجهم داخل المجتمع المصري والحصول على وظائف داخل المجتمع المصري. احنا بقينا نشوفهم في كل الأماكن وفي كافة المجالات متواجدين، ويعملون بشكل أساسي ويعملون بشكل قوي داخل الدولة المصرية. بالفعل هم على قدر كبير من المهارة، والدولة بدأت تنمي هذه المواهب. يعني من زاوية أخرى، هل الوعي والتوعية في المجتمع المصري لذوي الهمم ودورهم، كيف ترى دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص أيضا والأعمال السينمائية والدرامية والقوى الناعمة، كيف ترى دورهم في إعادة الصورة والنظرة لذوي الهمم؟ هو بالطبع دخولهم داخل أو إدماجهم داخل
الو مع حضرتك يا فندم. هو ادماجهم طبعا داخل الدولة وادماجهم داخل الدراما المصرية، احنا شفنا زي ما شايفين الاهتمام بيهم بشكل كبير في الدراما والتعامل معهم والتعامل مع قضيتهم بشكل كبير، ده شيء مهم جدا. شفنا ايضا وجود المذيعين في البرامج التلفزيونية من ذوي الهمم، دمجهم في المجتمع في الوقت الحالي ده أساسي لتنمية المجتمع ككل وإعطاء الفرصة ليهم لإظهار مواهبهم وإظهار مهاراتهم الأساسية في كافة المجالات اللي هم كل واحد فيهم بينبغ فيه جزء معين، وهو ده اللي احنا شايفينه خلال الفترة الأخيرة مع البدء في تنمية هذه المهارات والبدء في تدريبهم في كافة المجالات. يعني بالفعل لنا زميلة رحمة خالد، هي أيضا مذيعة من ذوي الهمم على قناة دي أم سي، وأيضا محمد عزمي من ذوي الهمم هو فنان واشترك في أكثر من عمل سينمائي. هل حضرتك شايف أنه محتاجين أكثر من صناع الدراما أو القوى الناعمة بكل أشكالها لتفعيل الدور المنوط بذوي الهمم؟ بالطبع هناك أيضا يجب أن يكون الدور أكبر من ذلك بكثير، ودمج عدد كبير منهم داخل الدراما وإعطاء الفرص ليهم، لأنهم بالفعل يمتلكوا زي ما بقول لحضرتك موهبة كبيرة جدا في كافة المجالات، وكل ما بيتولوا مكان بيظهروا فيه مواهبهم بشكل كبير جدا، زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي المذيعة رحمة والعديد منهم أيضا وصل للأماكن محددة وقدروا أن هم يظهروا مواهبهم وقدروا أن هم يندمجوا في وسط المجتمع وقدروا أن هم يغيروا الصورة الذهنية للعديد من المواطنين المصريين اللي كانوا بعيدين كل البعد عن الاهتمام بذوي الهمم، وأيضا أعطوا الأمل للأسر المصرية اللي لديها أطفال من ذوي الهمم، أعطوا لهم الأمل أن الدولة مهتمة بيهم وأن الاهتمام بداية من رئيس الجمهورية بذوي الهمم، ويجب عليهم أن هم يدمجوهم في الدولة ويقدموهم للدولة من خلال المبادرات اللي بتنفذها الدولة الرياضية والثقافية والاجتماعية وخلال. يعني هو يوم احتفالي بيحمل الكثير من الأمل والفرحة أيضا لأهالي ذوي الهمم، يعني ما هي المشاهد التي شاهدتها في هذه الاحتفالية كانت ليها وقع وأثر على حضرتك؟ هو بالطبع الاهتمام ذوي الهمم إن هم سعداء، اهتمام الدولة بيهم جعلهم سعداء بشكل كبير جدا، يعني احنا شفنا الفرحة اللي هم فيها وهم بيتحدثوا إلى السيد رئيس الجمهورية عندما يتبادل معهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الحديث، هتجدي حب ظاهر واضح وفرحة في عيونهم وفرحة في طريقة كلامهم مع سيادة الرئيس، إن رئيس الجمهورية هو اللي بيهتم بيهم، رئيس الجمهورية هو اللي متبنيهم بشكل كبير داخل الدولة المصرية، السعادة في وجوههم واضحة جدا كل من تحدث على المسرح، وأيضا السعادة لأولياء الأمور، أولياء أمور ذوي الهمم أن أصبح لهم بالفعل مكانة حقيقية داخل الدولة المصرية واهتمام كبير من الدولة المصرية ومن رئيس الجمهورية بأبنائهم، ده شيء مؤثر جدا وشيء عظيم جدا للدولة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أطلق العديد من المبادرات والاحتفالات بذوي الهمم كل عام، لأن هذا الاحتفال بيعود عليهم بالسعادة، بيعود عليهم بالأمل، بيعود على أسرهم أيضا بالكثير من المعاني الكبيرة لهم. بالفعل وبيشعر أسرهم أن هناك من يشعر بهم ويشاركهم المسؤولية. شكرا جزيلا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام.